انطلقت مساء يوم الخميس بمدينة جرش الأثرية فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 34 بمشاركة محلية وعربية ودولية كبيرة ومميزة على الصعيدين الفني والثقافي. احنا طبعا انا محمد علاوني من ربد عربية للفن في سويسرا، نعمل على اللوحات من المناظر الطبيعية وكل سنة تقريبا بنشارك في المهرجان، لكن السنة هاي الإقبال يختلف عن الأعوام السابقة، ونتأمل إنه يكون أفضل. وبنعرض إحنا من خلال اللوحات الموجودة هون من المناظر الطبيعية والشكل الصناديق وآيات قرآنية من الحجر الطبيعي. فعاليات الدورة 34 حتكون مميزة هالسنة، وخصوصاً بحضور فنانين غابوا عن مسارح جرش لفترة طويلة، الفنان مارسيل خليفة والفنان محمد منير، بالإضافة لانطلاق فعاليات جديدة من ضمنها مهرجان السينما للأفلام القصيرة. مساء الخير A1 TV، شكراً أنكم دائماً متابعين الأشياء الجميلة. موجودين في مهرجان جرش الأردني بامتياز، العربي العالمي الجميل. كل عام وانتم بخير، مهرجاننا بخير وأردننا بألف ألف خير. إن شاء الله بنطمح يكون مهرجان جرش جميل، بنطمح يكون من الجميل للأجمل. مهرجان شفت الناس اليوم، شفت النجوم العرب، زوار العرب اليوم. السنة هم مبسوطين لأنه في أعداد فنانين أردنيين كثير مشاركين، وهذا بإذن الله هذا رح يكون الإشي بميز المهرجان هذا عن غيره. وبنطمح للأكثر، وبنطمح للأحسن والأفضل، لأنه إحنا بنستاهل وبلدنا بتستاهل. وشكرا جزيلا، كل عام وانتم بألف خير. شكرا جرش. حضور كبير وتفاعل مميز من قبل زوار مهرجان جرش، خصوصا أنه إدارة المهرجان عملت على توفير مختلف سبل الراحة والتسهيلات لجميع مرتادي المهرجان.